سلام وليلة الخفية عليكم جميعا. لا يبدأ الكلام كما لا أعلم إلا بحمد الجلدة، فإن الحمد لله التي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالحنفية من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الصنبور فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الجلدة وحده لا شريك له، نحمده في الأولين ونحمده في الآخرين ونحمده في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الحلقة الجديدة. الحلقة دي هتكلم فيها عن مريم العذراء أو السيدة مريم أو مريم بنت عمران أو مريم بنت يوقيم، أيا كان تعريفها بالنسبة لك. هعمل مقارنة ما بين المعلومات اللي جات عن مريم وعن ابنها يسوع في أيامه الأولى ما بين القرآن، كما داعي انا يعني هتتبع المصادر اللي اعتمد عليها القرآن في ان هو ينقل القصص دي. يعتقد المسلمون ان القصص الموجودة ديت في سورة آل عمران مثلا او في سورة مريم، مش لانها مش موجودة في العهد الجديد، فيعتقدوا ان الكلام ده كان موجود في العهد الجديد ولكن تم تحريفه، او كان موجود دي القصة الحقيقية لكن اللي كتب العهد الجديد ما رضوش يكتبوه مثلا عشان خاطر يغطوا على القصة الإسلامية أو الكلام اللي إحنا بنسمعه ده يعني. لكن الحقيقة إن كاتب القرآن نقل القصص دي حرفيًا من كتابات تانية، وهنشوف دلوقتي بالدليل. هنفتح كل المصادر ونشوف كل مصدر القصة اللي جت فيه جت منين. الحقيقة إنه نقل الكلام ده للقرآن، وواضح إن هو كان على اطلاع بالمصادر دي المنتشرة في هذه المنطقة، والمصادر دي بالذات اللي أنا هقول عليها. وواضح ان كانت دي القصه المتداوله، لكن المسيحيه المين ستريم ما كانتش منتشره في المنطقه دي. يعني المنطقه اللي نشر فيها القران ما كان منتشر فيها المسيحيه اللي هم النصارى، ودول كان عندهم هذه المصادر. لكن المسيحيه المين ستريم اللي فيها الاربع انجيل متى مرقس ولوقا ويوحنا وبتاع ما كانتش منتشره في الاماكن دي، وما كانش المين ستريم ده موجود. فكاتب القران تخيل ان هي دي القصه الرسميه اللي موجوده عند المسيحيين، وبدا ينقلها زي ما سمعها او زي ما كانت بتطلع عليه من الناس اللي بيعتمدوا هذه المصادر في الكلام او الحكايه عن مريم وعن يسوع وعن ولاده يسوع وعن المعجزات اللي حصلت في هذا الوقت. فهو الحقيقه ما جابش ولا كلمه جديده، وكل الكلام اللي موجود في مصادر من قبله. الكنائس المسيحيه بتعتبر المصادر دي اباقرفه، يعني اناجيل محرفه او مزيفه، لأن الأناجيل دي تاريخ كتابتها يرجع إلى عصر متقدم عن كتابة الأناجيل اللي مش أباقرفة بقى، اللي هي الأناجيل الكانون أو كانونايزد. تقريبا إنجيل مرقس يعتبر أول إنجيل اتكتب، وتقريبا يعني بيرجع كتابته ل 50 60 ميلادية 80 أحيانا. آخر إنجيل في الأناجيل الرسمية يعني أو الكانونيكال كان إنجيل يوحنا، وكتب تقريبا سنة حاجة و90 أو 100 ميلادية. لكن مخطوطات هذه المصادر الثانية أو الأناجيل الثانية الأباكرافا ديت وجدت متأخرة شوية. فالواضح قبل ما ندخل على الإسلام، الواضح إن القصة كانت لما تتبعها من القصص المسيحية في الأول، تلاقي إنجيل مرقس أول ما بدأ يتكلم مثلا عن شخصية يسوع، بدأ وهو يسوع ده شاب كبير يعني على طول، ما فيش حادثة ولادة ولا أي حاجة. طبعا قصة زي كده لما بتتحكي للناس والناس تبدأ تؤمن بيها وتؤمن بهذه الديانة، بتبدأ الأسئلة تكتر، الناس عايزين يعرفوا معلومات أكتر. طب لأن هو بدأ وهو بيتكلم عنه عنده 30 سنة، طب قبل 30 سنة كان بيعمل إيه؟ فيجي لنا كاتب إنجيل لوقا وإنجيل متى اللي هم كتبوا بعد كده، بعد إنجيل مرقس، واعتمدوا تقريبا على إنجيل مرقس كتاباتهم، رجعوا بقى يعني إيه يدوا شوية تفاصيل أكتر. فإنجيل متى حكى عن شوية حاجات في الميلاد، يعني فترة الميلاد، وبعدين رجع تاني لل 30 سنة. إنجيل لوقا حكى حادثة كده في وهو عنده 12 سنة لما كان في الهيكل. دي كده الكانونز أو الأناجيل الرسمية أو المعترف بيها من جهة الكنيسة. لكن واضح إن الناس اللي سمعت الكلام ده برضه ما شافهاش أسئلتهم الشخصية. يعني أنت حكيت لي دلوقتي هو اتولد إزاي؟ طب إيه التفاصيل بقى بتاعت الولادة؟ التفاصيل دي مش مكتوبة. طب راحوا فين؟ طب لأن يقول لك مثلا راحوا مصر عشان هيرودس كان عايز يقتله ورجعوا. طب الرحله خدت قد ايه؟ عملوا ايه في الرحله دي؟ قابلوا ايه في الرحله دي؟ شافوا مين؟ اتكلموا مع مين؟ ايه اللي حصل لهم؟ وهم راجعين ايه اللي حصل؟ طب وهو بعد كده وهو طفل بقى يعني 4 سنين 5 سنين 6 سنين
لان الحادثه الوحيده 12 سنه. فواضح ان الناس بدات تالف القصص دي عشان خاطر تشفي اسئله الناس اللي عايزه، يعني بدات تعتنق هذه الشخصيه وترتبط بهذه الشخصيه، عايزين يعرفوا معلومات اكتر. فكانت النتيجه ان بدات تكتب هذه الاناجيل الابوكريفا اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. مش بس كده، الموضوع تطور بقى للكلام عن امه كمان. يعني احنا بقى يعني ذكر اسمها في انجيل متى مثلا، وذكر برضه حادثه الملاك زهر لها وقال لها انت حبلى وبتاع في انجيل لوقا، بس الناس عايزين يعرفوا مين دي؟ طب جت منين؟ طب بنت مين؟ طب راحت فين؟ طب كانت بتعمل ايه قبل ما تولد يسوع؟ طب ازاي وهي عذراء اتجوزت ما كان معاها يوسف؟ وهكذا يعني الحاجات دي. فبدات التاليف بتاع الكلام ده يعملوا قصص عشان يشبعوا اسئله الناس دي. طبعا يجي كاتب القران وهو لا يعي الكلام ده، واضح ان هو ما عندوش معلومات ايه الخناقه اللي كانت قايمه، مين بيتخانق مع مين، ايه المشكله اللي كانت مع مين، مين زعلان من مين، طب مين قابل القصه دي مين لا، هو ليه الناس دي حواليه بتقول القصص دي. فراح ناقلها لنا كانه مصدقا لما بين يديه زي ما قال كده، يعني هو راح ناقل القصص زي ما هي زي ما سمعها، وغفل تماما الجزء الثاني بتاع الناس اللي معترض على الكلام ده. ولما بدا يظهر الكلام ده قال لا ده الكلام ده محرف، لا 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 ما حصلش، ده هم كان عندهم هم حرفوه. طب فين يا عم النسخ المحرفه؟ قال لك يعني النسخ اللي مش محرفه فين؟ قال لك هي دي. طب ما دي متاخره عن النسخ الاولانيه، ليه النسخ الاولانيه ما كتبش فيها الكلام ده؟ ما تفهمش بقى، لو هي اتحرفت خالص، هي اتحرفت، ما ليش دعوه هي اتحرفت. لحد ما جالنا واحد معتوه في القرن ال 16 كتب لنا انجيل اسمه انجيل برنابا، كان راهب واسلم وحاجات كده يعني، وحط فيه شويه خرف وبتاع، فلقيوه الجماعه المسلمين وقال لك ده انجيل سيدنا المسيح الحقيقي اللي ما اتحرفش. وبرضه ايه ما عندوش فكره عن بقيه الاناجيل والبروتو جاسبلز، يعني الحاجه اللي ما بروتو يعني قبل، يعني ما قبل الانجيل. فخلونا نقرا الاول القصه بتاعت مريم من القران، وبعدين نشوف ايه المصادر اللي قبلها اللي حكت القصه دي وحكيتها ازاي، وايه الحاجات اللي هو نقلها بالحرف، وايه الحاجات اللي هو حتى تنسيها او لما جه ينقلها نقلها مش مظبوطه قوي زي ما كانت موجوده في المصادر دي. فواضح ان الموضوع كله هو عباره عن ان واحد كان بينقل، حتى لما بينقل ما بينقلش بالتدقيق، وفي حاجات بينساها وحاجات مش فاهمها، فبيحاول يملى الفراغات وخلاص. فنعمل كده شير سكرين، خلينا نعمل شير سكرين ونبدا مع اول حاجه سوره آل عمران. ويبدا في هنا في قصه في سوره آل عمران يحكي من اول العدد 33 بيقول بقى للناس ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. مين هم آل عمران دول؟ فين وجدوا في العهد القديم؟ يعني هو المفروض ان هو بيحكي لنا قصص بني اسرائيل، ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران. مين آل عمران دول؟ وليه آل عمران دول مختلفين عن آل ابراهيم؟ يعني حاجه غير، المفروض ان ابراهيم ده هو ابو الاباء ومنه جيل 12 سبط بتوع بني اسرائيل، فهل آل عمران دول مختلفين عن آل ابراهيم؟ ولا هما جزء من آل ابراهيم؟ برضو ما تعرفش بقى. وعشان تفسر الكلام ده لازم ترجع للاسرائيليات عشان خاطر توصل لفكره ما هي مين دول آل عمران. تكتشف ان آل عمران دول في العهد القديم في سفر الخروج عمران كان اسمه عمرام بالميم عمران، وزوجته كان اسمها يوكابت، ودول اللي خلفوا موسى وهارون واختهم مريم. فالمسكين تخيل ان مريم اخت هارون او اخت موسى او بنت عمران او اللي هو عمران، هي دي مريم العذراء والدة يسوع او والدة عيسى. اول خطأ، سمعت كثير من الردود وكثير من المراوغات، لكن الكلام واضح، آل عمران. آل عمران مين آل عمران دول؟ مفيش حد اسمه عمران في اليهود، مفيش غير عمران، وهو بعد كده هيكمل عشان يفهم القصة. ذرية بعضها مع بعض والله سميع عليم. ماشي الله يخليك. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران أو اللي هي امرأة عمران قالت لله أنا نذرت لك اللي في بطني. هنشوف دلوقتي القصة مسروقة إزاي، لكن هو المسكين واضح إنه نسي الاسم فبدا ينسبهم لعمران لان اختلط عليه الامر، هل دي عمران مريم اخت بنت عمران اخت موسى دي، ولا اخت هارون بنت عمران ابو موسى، ولا عمران ولا مين دي؟
بس هو سمع ان القصه ان امها قالت ان هي بتنذر اللي في بطنها ل الله. حتى ما قالناش ماريا ام امراه عمران دي كان اسمها ايه، لان واضح انه نسي الاسمين، نسي الاسماء، نسي اسم ابوها ونسي اسم امها. بس الحادثه نقلها زي ما الحادثه الثانيه هنشوف دلوقتي. فهي بتقول له تقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعت قالت ربي، خلينا فاكرين بس الحاجات دي، ان هي اولا نظرت نظر ان هي تنظر اللي في بطنها ده لله. فلما وضعت قالت ربي اني وضعتها انثى، برضه دي حاجه مهمه، يا رب انا قلتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس ذكر. واخد بالك؟ انا بتقول انا وضعتها انثى، ربنا عالم ان انا وضعته ان هي مش ذكر. خليك برضه فاكر. وليس الذكر كالانثى، وانما سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. ركز معايا قوي بقى في الحته دي. زكريا هو ما قلناش مين زكريا ده، مره واحده زكريا ده طلع كده هو اللي كفلها. وبعدين كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، ليه عندها اكل وشرب. فقال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالقصه بيقول لنا ان مريم كان بيدخل عليها زكريا يلاقي عندها اكل وشرب، فبيقول لها انت جايبه الكلام ده منين؟ قالت له من عند ربنا. خليك برضو فاكر القصه دي، الثلاث حاجات دول مهمين جدا. هنالك دعا زكريا ربه وقال هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. نقل مره واحده من قصه مريم لزكريا، وزكريا بيطلب انه يكون ليه ولد. في هنا اختلاف كبير جدا في الازمنه نفسها، يعني بحسب الانجيل لوقا مثلا، بحسب اللي احنا هنقراه دلوقتي، يعني حتى وهو بينقل اختلط عليه الازمنه، مين حصل قبل مين او ايه حصل قبل ايه. بس هو الاحداث كده مجمعه اللي هو ايه بالشبه كده. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب ان ان يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر، قال كذلك يفعل الله ما يشاء. قال له انا ازاي هتحبل امراتي، يعني او انا هقدر اخلف وانا كبرت وامراتي عاقر، كبرت في السن يعني او عاقر يعني ما بتخلفش. قالوا له ربنا بيعمل اللي عايزه. قال رب اجعل لي ايه، قال اياتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. قال له يا رب طب وريني، يعني قول لي ايه الدليل. قال له الدليل ان انت هتقعد ما تكلمش الناس ثلاث ايام الا رمز، يعني تشاور لهم بس. نرجع تاني لمريم مره واحده كده، يعني احنا بنحكي دلوقتي على قصه مريم، مره واحده نط على زكريا وبيحكي لنا عن قصه يحيى والغلام وبتاع، اللي هي المفروض ان هي يعني المفروض ان يحيى ويسوع او جيسوس تقريبا مقتربين في الاعمار. لكن نط من ان مريم دي كانت طفله صغيره بيعولها زكريا لان هو هيخلف قبل ما مريم تكبر. يعني منتهى التشويش في الاحداث، بس ايه واخدها بالشبه كده. رجع تاني لمريم واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك، واصطفاك تاني يعني اصطفاك مره وطهرك ورجع اصطفاك تاني على نساء العالمين. خليك فاكر برضو الكلام ده مهم جدا. الله اصطفى وطهر على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من انباء الغيب. وبعد كده يرجع تاني. اياهم يكفر مريم وما كانت كنت لديهم اذ يختصمون. اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح وعيسى ابن مريم. بكلمه منه، خليك فاكر برضو دي كلمة اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. بيكلم الناس وهو لسه في اللفة. خليك برضو فاكر الحادثة دي. قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة ورسولا إلى بني إسرائيل. بقى بيعمل إيه؟ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله،
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم تؤمنون. طيب خلينا نركز في الحادثة بقى بتاعت مريم. فشوفنا هنا كذا حاجة حصلت، أولا أمها. طب تعال نشوف المصادر اللي بتحكي عن الكلام ده. أولا في عندنا حاجة اسمها The Infancy Gospel of James أو The Proto Gospel Evangelion بتاع جيمس. يعني إيه Infancy Gospel of James ديت؟ يعني إنجيل جيمس أو اللي هو يعقوب الطفولي، إنجيل الطفولة بتاع يعقوب، لأن في إنجيل طفولة تاني هنشوفه دلوقتي. الإنجيل ده من الأناجيل المنحولة، لما تدخل تدور عليه تلاقي برضو إن هو كان مكتوب بالجريك، وأنا بيشرح The following translation is based on the Greek text printed في المكان ده. The Infancy Gospel of James. طيب الجاسبل دي كتبت في زمن متأخر. لو دورت عليها The Infancy Gospel of James تلاقي ان الجاسبل دي تقريبا يعني الديتنج بتاعها يرجع الى The first known quotation of the infancy gospel of James is from Irenaeus, Bishop Irenaeus او الاسقف Irenaeus of Lyon سنة 185 AD 185 بعد الميلاد. فبيقترح هو كان عامل منها اقتباس، بيشوب ايرينيوس كان عامل اقتباس من هذه الجاسبل او من هذا الانجيل سنة 185. ف بيرجحوا ان الجاسبل دي كتبت تقريبا ما بين in the 80s AD. Possible date of the authorship is in the 80s AD. يعني في او يعني في اواخر القرن الاول، يعني في حاجه و80 حاجه و90 حاجه زي كده. واول اقتباس يجدوه منه كان سنه 185. ف هو كده يعتبر متاخر شويه عن الجاسبلز الاولانيه اللي سبقتها. بيحكي ايه بقى هنا في الانفنسي جاسبل اوف جيمس دي؟ تعال ندخل لتشابتر 2 ونشوف حاجه غريبه جدا حصلت في تشابتر 2 ده. عدد 7 هنا بيحكي لنا الجاسبل دي بتحكي مين هو ابو مريم ومين هي ام مريم. فقال لنا ان ام مريم اسمها انا، اسمها ده انا، وابوها اسمه جواكيم او يواكيم، ملهاش اي علاقه بعمران. عمران ده هو اختلف عليه ان هي دي اهل مريم، يعني اهل موسى، يعني حاجه كده اللي هو ايه، اي صباح التوهان يعني. بس القصه هنا نركز معاها كده شويه عشان نشوف حاجه مهمه. became extremely frustrated and removed her mourning garments her garment washed her head and clothed herself with her wedding dress. قامت نزعت ثوب الحزن عنها يعني، وغسلت راسها ولبست فستان فرحها. Around the ninth hour she went down to her garden and walk around. نزلت للحديقة يعني وبتتمشى. She saw a laurel tree and sat down under it. And after it she petitioned the Lord saying. ركز معايا بقى. دعت الإله زي ما هنا حصل في سورة آل عمران. نشوف هنا نرجع تاني. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني. دعت هي بقى، she petitioned the Lord، دعت الإله saying God of my ancestors، يا إله أبائي، bless me and hear my prayers، باركني واسمع صلواتي. Just as you blessed our mother Sarah and gave her son Isaac to her. زي ما باركت أمنا سارة وديتها ابنها إسحاق. And Anna looked up to the heavens and saw a nest of sparrows. شافت قش عصافير in the laurel tree. Immediately Anna cried out mournfully saying to herself, Oh me, who gave birth to me. وبدأت تصلي. وبدأت تكلم، وبعد كده قعدت تقول شوية حاجات كده. طبعا هو كاتب القرآن لأن هو ايه بيخطف الحاجات ويجري على السريع، ما قالناش بقى التفاصيل دي كانت بتقول ايه. وبتقول له ايه، دعت ربها وقالت له ايه، إني نظرت لك ما في بطني. هنشوف دلوقتي. ندخل بعد كده على تشابتر 5
هنا في تشابتر 4 بقى بيحكي الملاك ظهر لها وقال لها انا ذا لورد هاز هيرد يور برايرز، ربنا سمع صوتك. You will conceive and give birth to your child will be spoken of everywhere people live. انت هتحبلي وتلدي طفل كل الناس هتتكلم عنه. فايه اللي حصل؟ As the Lord lives، هي بقى بتقسم Anna said في عدد 2 and Anna said as the Lord God lives، يعني اقسم بالله يعني او يعني طالما الاله يحيى whether I give birth to either male or female child I will bring it as an offering to the Lord my God and it will be a servant to him all the days of its life. زي ما قالت هنا بالظبط، هي قالت ايه؟ نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. هي دعته ان هو يديها تشايلد، وبعدين هنا نظرت وقالت اللي هيدهولي الاله ذكر او انثى هوهبه لله، هديه كاوفرنج او كهديه او كهبه او نذر لله. بالظبط. فهو بينقل القصه كما سمعها طبعا باسلوب أسوأ بكتير جدا، لأن القصص دي لما اتكتب بقى قصة، يعني فيها بقى أحداث وكلام رايح وكلام جاي وده راح وده جه وبتاع، هو كان بيختصر لأنه على قد ما سمع ولحق يفتكر، فما قدرش يفتكر كل الكلام ده، فاللي هو إيه بيحط كده الرتوش، لكن الرتوش دي تشبه اللي هو نقل منه، فتلحق تكتشف إن المصدر ده أقدم وفي نفس الكلام، فهو كل اللي عمله إن هو ناقل، يعني ما جابش حاجة جديدة. وحتى ناقل من مصدر هو ما تاكدش ان المصدر ده كان شائع مثلا عند بقيه المسيحيين او هي دي العقيده المسيحيه. طيب ايه اللي حصل تاني بعد كده؟ ننزل بقى تشابتر 8. هنشوف تشابتر 5. The next day when she was presenting her offering she said to him he said to himself ده اللي هو زوجها يوقيم If the Lord will reconcile to me, he will make it clear to me with the priest's metal disc. ده مين بقى اللي كان بيحكي هنا؟ زكريا. And Joachim presented his offering. ده Joachim قدم الoffering بتاعه and paid attention to the priest's metal disc until he went up وبرضه عمل نذر وهكذا. فنلاقي chapter 8 بقى هنكمل بقية الحدث زي ما جت في القرآن. نشوف chapter 8 او قال لنا هنا ايه لما هي راحت بقى يعني قاعد يكمل الكلام دوت ومش عارف ايه ووضعت انثى وبتاع والكلام ده رجع زكريا هنا بيقول لها جبت الكلام ده منين؟ جبت الاكل ده منين وبتاع؟ فتعالى نشوف هنا حاجة. And her parents went down, marveling, and the راحوا بقى ودوها الهيكل أو الالتر يعني بتاع ياوي عشان يوهبوها زي ما اتفقوا. Glorifying the Lord because the child has not turned back to look at them. راحت وما بصتش عليهم. While Mary was in the temple, لما كانت مريم في المعبد أو في الهيكل ده of the Lord, في معبد الله وفي هيكل الله. She was fed like a dove and received كانت بفيد يعني بياكلها حد بياكلها like a dove كانها حمامه and received food from the hand of an angel. واخد بالك لما هنا رجع قال لها ايه بتجيبي الاكل ده منين؟ هنا هنا ايه بقى دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا فقال يا مريم ان لك هذا. قالت له ايه؟ ان ده جاي من عند ربنا، الملاك كان بيجي يديها اكل وهي في التمبل. طيب فشو يعني الواضح الموضوع اساسا مسروق من الجاسبلز دي، الكلام اللي موجود عند المسيحيين في الجاسبلز بقى اللي هي الاربع اناجيل المعترف بيهم مفيش الكلام ده خالص، ما
ما حدش اصلا لا مكتوب فيه اسم ابوها ولا اسم امها ولا ايه اللي حصل لها ولا ان هي كانت في الهيكل ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. لكن هو ليه الكلام ده؟ راح نقله لنا زي ما هو، زي ما هو بالظبط، حاجات اقدم منه بكتير. وهو لم يتحقق حتى الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي، فين عند مين، طب مين بيعترف بيه مين ما بيعترفش، مين اقتبسه ومين ما اقتبسوش، مفيش اي حاجه. وكلمتين كده ايه على السريع. طيب نخش على اللي بعده، السودو جاسبل اوف جيمس. نكمل هنا مع آل عمران. خلينا في آل عمران الأول عشان نخلص قصة آل عمران، وبعدين نبقى ندخل على سورة مريم. ففي هنا حتة تانية احنا عدينا عليها، اللي هي بتاعت إن يسوع أو هذا الفتى يعني عيسى كان يكلم الناس وهو في المهد وكهلا بقى، وبعد كده ويكلمون الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. نشوف لا، وفي حته تانيه قبل ما ننساها برضه، ان هو كمان كان بيخلق من الطين كهيئه الطير. نشوف هنا، هنا ايه؟ اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخوا فيه فيكون طيرا باذن الله. هعمل من الطين عصافير طين وانفخ فيها فتتحول الى طيور حيه باذن الله. وطبعا ايه؟ ابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى. نلاقي عندنا جاسبل اسمها ذا انفنسي جاسبل اوف توماس، انجيل توماس. برضو نشوف اوف توماس، نشوف برضو ايه الديتنج بتاعها يرجع لسنه كام. فنلاقي ان الانفنسي جاسبل اوف توماس في الديتنج هنا تصحيح بس اللي قبلها كانت الجاسبل اللي قبلها اللي هي بتاعت جيمس دي كانت من 140 ل 170 ميلاديه، ده الديتنج بتاعها. لكن الديتنج بتاع الانفز الاولانيه دي كانت من سنه 140 لسنه 170 ميلاديه. لكن الانفنسي جاسبل اوف توماس ديت مكتوبه سنه في الثمانينات، ودي اللي اقتبس منها اول اقتباس بيشوب ايرينيوس او البابا الاسقف ايرينيوس ده سنة 185. فنلاقي هنا حاجة غريبة جدا. The child Jesus was 5 years old. The chapter 2. After it rained, بعد المطر ومطرت, he was playing at the ford of a flowing stream and stirring up the dirty waters. كان قاعد كده الدنيا مطرت، فهو قاعد كده ايه في حتة مطينة كده وفي مية وسخة، يعني مية مطينة يعني، وقاعد بيلعب بيها. He gathered them into pools. قاعد يعمل ايه؟ نقر ميه كده يعني. And he made them clean and excellent. نظفهم خالص يعني. Then having taken soft clay. جاب بقى طينه ناعمه. From the mud. من الطين ده جاب طينه ناعمه بقى مبلوله قوي. He formed 12 spears. عمل 12 عصفوره from it. عمل منهم 12 عصفوره. But it was the Sabbath. كان يوم سبت. When he did these things, لما عمل الحاجات دي كان يوم سبت. And many children were with him. وكان معاه شوية أطفال ملمومين عليه بيتفرجوا عليه بقى، وإيه ماسك الطين وعمال يعمل عصافير طين. But a certain Jew saw the child Jesus with the other children doing these things. في واحد يهودي معدي شاف يسوع وهو بيعمل الحاجات دي مع الأطفال التانيين. He went to Joseph, راح لأبوه بقى يوسف أو اللي هو بيربيه. His father, Abu, and slandered the child Jesus. Slandered the child Jesus and lo, fasha sirru yani, saying that he made clay on the Sabbath, which is not permissible, and formed 12 spears. اشتكالوا بقى أو فضحوا يعني، قالوا إن هو عمل 12 عصفورة بالطين يوم السبت، وده حاجة غير مسموح بيها. And Joseph went to the and rebuked them. اللي هو جيسوس يعني، saying
Why are you doing these things on the Sabbath? راح قال له تعمل كده ليه يوم السبت. But Jesus clapped his hands, ordering the birds with a shout in front of all. قدام كل الناس سقف وقال للعصافير الطين ديت and said, go take flight like living beings. And the sparrows taking flight went away squawking. راح له يوسف بيقول له انت ليه بتعمل الكلام ده يوم السبت؟ راح الطفل مسقف وقال للعصافير طيروا. راح العصافير طارت، بقت حاجات حية وطارت. يخلقوا لكم من الطين كهيئة الطير، أو يخلقوا لكم بس نفس القصص بس طبعا برضو مع الاختلاف، وواضح إن هو ما كانش عنده فكرة قوي عن العقيدة اليهودية والعقيدة المسيحية والاختلاف والسبت ومش السبت وبتاع يوم السبت ومش السبت، فما جابش سيرة. هو سمع القصة اللي افتكروا منها إيه؟ إن هو بيعمل من الطين طير عصافير. لا افتكر كام عصفورة ولا افتكر كانت ايه الفكرة اصلا، يعني هو جيسوس كان بيعمل كده ليه؟ ليه عمل العصافير دي؟ ليه طيرها؟ يعني لو انت هتفكر مع نفسك كده، واحد المفروض بحسب الاسلام ان ده نبي جاي بيعمل للناس معجزات، يبرئ الاكمه والابرص، دي معجزة بتنفع الناس، لكن يعمل شوية عصافير ويطيرها، يعمل شوية عصافير طين ويطيرها، ايه المعجزة اللي في كده يعني؟ ايه الامتياز اللي في كده؟ ايه العظمة اللي في كده؟ شيء غريب جدا يعني. لما تقعد تفكر فيها كده، ايه يعني، يعني ايه الاثبات ان ده نبي؟ ما يبرئ الاكمه والابرص ده حاجه تثبت ان هو نبي، ماشي. يقيم الموتى، ماشي. انما بيعمل عصافير ويطيرها، بيعمل عصافير تيم ويطيرها، ايه الحكمه اللي في كده؟ فتكتشف ان المسكين هو كل اللي حصل ان هو سمع القصه فبيقولها، بس مش فاهم بقى موضوع السبت ومش السبت، ما جابش السيره. هو قال لك ايه من ضمن المعجزات يعني اللي هو كان يعرفها عن جيسوس ده؟ كان بيعمل عصافير ويطيرها. الف الف مبروك. نخش على جزء تاني كده، خلاص بقى كابتن جيسوس شفنا احنا الحاجات ديت، وبعدين بقيت بقى الحاجة الاكمه والابرص والكلام ده برضو هتلاقيه في ذا انفنسي جاسبل ديت، هتلاقي فيها حاجات. انس مثلا طفل هو لعنه ومات، وبعد كده في طفل هو قومه من الموت. يعني لما تقرا بقى في الجاسبل ديت هتلاقي معجزه ان هو قوم اسمه زينو، طفل اسمه زينو. لما تشوف هنا and again after many days Jesus was playing with other children on a certain roof، بيلعب مع الاطفال على السطح. Of an upstairs room، في أوضة فوق السطح، يعني upstairs room يعني في الدور الثاني. But one of the children fell and died، طفل من الأطفال وقع من على السطح مات. And the other children saw this and went into their houses، الأطفال شافوا الموضوع ده اتخضوا وكل واحد جري على بيته. And they left Jesus alone، وسابوا جيسوس قاعد لوحده على السطح. And the parents of the child who had died came and accused Jesus saying، you pushed down our child. الاب والام بتوع الطفل اللي مات ده راحوا لجيسوس وقالوا له انت اللي موته، انت زقيته من على السطح موته. But Jesus said I did not push him down. يسوع قال ما لا ما انا ما زقيتوش ولا حاجه. And they were raging and shouting، عمالين بقى يتضايقوا اكتر ويصرخوا. Jesus came down from the roof and stood beside the body and cried out in a loud voice saying Zeno Zeno because this is because this was his name. نزل وقف جنب الجثه بتاعت الطفل وقال له زينو زينو، لان زينو ده كان اسمه. Raise and say whether I pushed you down، قوم قول لهم انا زقيتك ولا لا. And he rose and said no sir and they saw and were amazed. الناس شافت وقالت ايه الحاجة العجيبة دي؟ فالطفل يسوع المسكين اللي كان بيسمع بكاتب القرآن، لأنه ما عندوش معلومة كبيرة، واضح إن هو مش قارئ كويس، حتى لما بينقل القصص بينقل الرتوش، فنقل لنا حاجات كده اللي هو إيه؟ اعمل من الطين كهيئة الطير، بيقوم الموتى، بس مفيش أي تفاصيل. لكن هنا تلاقي التفصيل في إنجيل مكتوب قبله بحوالي 500 سنة،
بيشرح التفاصيل دي، لكن المسكين بيخطف ويجري، لأنه واضح إن هو كان سامع مش قارئ، وما كانش متبحر وما كانش فاهم. وبعدين يرجع يقول لك ده مش عارف حرفه الأناجيل. يعني المشكلة مش في التحريف، المشكلة أنت حتى مش قادر، القصص اللي أنت سامعها مش قادر حتى تحكيها، مش عارف تحكي لنا قصة، مش عارف تفهمنا أنت بتقول إيه. لما تيجي تقول لنا معجزة إن هو بيعمل مرتين كهيئة الطير، ما قلتناش معناها إيه، لازمتها إيه، لأن أنت ناتجها من حد تاني. بس الحد التاني ده، لأن هو اللي كاتبها، هو قايل لنا معناها، قايل لنا الموضوع كان بسبب يوم السبت، ممنوع إن هو يشتغل يوم السبت. فلما جم يتهموه إن هو بيشتغل يوم السبت وبيعمل عصافير طين يوم السبت، طيرهم، لأن هو إله ويقدر يطير الحاجات دي. لكن المسكين التاني اللي بينقل، بينقل عمياني وخلاص. طيب تقريبا كده قصة مريم خلصت هنا، وبعد كده نخش على قصة مريم في سورة مريم بقى. طبعا تبدأ السورة بالآية الشهيرة كهيعص، وما نعرفش كهيعص دي اللي هي ايه بالظبط، يعني اللي يقول لك تحية يعني كهيعص عليكم، عليكم كهيعص ورحمة ورحمة الله وبركاته، مش فاهم. طبعا كهيعص دي اللي هي ايه، حروف مقطعة، حروف متنيرة، علمها عند الله، أي كلام في العجين وخلاص يعني. ماشي. ذكر رحمة ربك ربك ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. طبعا الكلام كله على زكريا ويحيى وبتاع. ندخل بقى على مريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت من أهلها يعني إيه؟ ما تفهمش. يعني ايه مكانا شرقيا؟ برضه ما تفهمش. مكان شرقيا ده اللي هو فين يعني؟ كلام غير واضح بالمره. وهو لا عارف يوضح لنا، ولا عارف حتى ينقل القصه زي ما سرقها مظبوط. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. خليك مركز معايا في الحاجات. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. نبص بقى هنا عشان الحتة دي فيها لخبطه جامده جدا. هو لخبط حادثتين في بعض، حادثتين جم في نفس الانجيل، لكن لان هو مش قاريه ومش فاهمه، هو سامع القصص فراح ملبس الحادثتين في بعض، زي بالظبط ما سمع مريم وسمع مريم الثانيه بتاعت عمران اللي هي بنت عمران اللي هي اخت موسى، وراح ملبس الاثنين في بعض. عمل هنا برضو نفس الكلام، راح ملبس الحادثتين في بعض. هنقرا دلوقتي الانجيل الاصلي ونشوف الحادثتين ازاي هو لبسهم في بعض. فجاءها المخاض، الرب بتولد يعني، الى جذع النخله. في واحده في الدنيا بتولد تحت نخله؟ سؤال لاي حد في الناس اللي تعرف تاريخ المنطقه دي، او تعرف حتى الناس في الارياف. في واحده في الدنيا بتروح تولد تحت نخله؟ يعني ايه جاءها المخاض الى جذع النخله؟ فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. وولدت بقى تحت النخلة، واخد بالك انت؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك ايه؟ سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلم أكن أكلم اليوم إنسيا. نكمل بقى عشان نشوف الفضيحة التانية. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، عملت حاجة غريبة ما حصلتش قبل كده. احنا هنشوف دلوقتي يعني ايه الكلام ده، او هو نقله منين، ولان هو مش فاهم الكلام اللي كان بيتقال، فاللي هو ايه بيلطش في اي حاجة وخلاص يعني. يا اخت هارون، ما طبعا مريم اخت هارون اللي هي بنت عمران، واخد بالك انت، اللي هي بينهم تقريبا ما يقرب من 1500 سنة، بس ما علينا مش مشكلة يعني، هي اخت هارون وخلاص، اللي هو قال لك بنت عمران يعني. ما كان ابوك امرؤا سوءا وما كانت امك بغيه. طب ابوها اسمه ايه؟
طب وما اسمها ايه؟ ما اي كلام بقى في البلح، ما يعرف، هو مش فاكر، لانه اساسا مش فاكر كانت بنت مين، فقال لك بنت عمران وخلاص اي كلام. فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ايه بقى؟ ركز بقى. قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. طيب تعال نشوف بقى شويه قصص كده برضو في انجيل تاني هو ناتش منه الحاجات دي ناتش. خلينا نشوف ذا سولو جاسبل اوف جيمس. نشوف كده من اول تشابتر 8، لان احنا هنا مجهزين هنا الحته دي كده، انا مجهزها. chapter 13 اللي انا معلم عليها. And while she was thus speaking, there stood by her a young man in shining garments, saying, Go to the child and adore him and touch him. مين بقى ديت؟ نرجع بقى عشان نشوف ايه حكاية المرأة البغية هنا في البدايات خالص. نلاقي ان لما يوسف كان عارف ان هي حامل، الخبر اتسرب. فبيقول هنا في chapter 12 and after these things there arose a great report that Mary was with child. مريم حامل. And Joseph was seized by the officers of the temple. راحوا قبضوا عليه. قراص المعبد او الهيكل راحوا قبضوا عليه وعملوا بوليكه كبيره قوي، وقعدوا يقولوا لمريم بقى انت ايه وايه اللي انت فيه ده وازاي تعملي كده وبتاع، وراحوا عملوا لها فيلم كبير جدا وشربوها ماء اللعنه وهي شربت الميه وما حصلهاش حاجه. و exposed thee in the midst of people. Then Mary said steadfastly and without trembling, O Lord God, King over all, who knows all secrets, if there be any pollution in me, or any sin, or any evil desire, or unchastity, expose me in the sight of all these people. الناس كانوا بيتهموها ان هي زانية حامل من واحد ما نامش معاها، فكانوا ملمومين عليها، فهي واقفة بتصلي يعني بتقول يا رب، قبل ما تشرب ماء اللعنة بتقول له يعني لو انا في حاجة غلط افضحني قدام الناس دي. بعد كده شربت وما حصلش حاجة. وبعد كده and when all people were in the utmost astonishment seeing that she was with child and that no sign had appeared on her face, they began to be disturbed among themselves by conflicting statements. الناس بقى اللي هو ايه اللي بيحصل، ازاي ما حصلهاش حاجة يعني، وهكذا. طيب بعد كده في chapter 13 هي بقى عايزة تولد، بس ايه بقى اللي حصل؟ عشان هنا الاخ كان تايه، الاخ اللي كان بينقل لنا القصه كان تايه. ف قال ان كان في من سيزر اوجستس كان في كان في a little time after that enrollment يعني ايه، كل واحد يسجل نفسه was made according to the edict of Caesar Augustus، حاجه زي تعداد كده او سنسس يعني عن طريق اوجستس سيزر. طبعا الكلام ده مش حقيقي اصلا وما حصلش وما فيش ولا تعداد مسجل باسم اوجستس سيزر، بس ما علينا يعني. فهو واخدها ومروح بيها، هو رايح بيها بيت لحم المكان اللي هو مولود فيه عشان يسجل هناك. هي ولدت هناك في بيت لحم، بس يعني في المكان، في الكلام ده بيتقال ان هي ولدت في مزود البقر. وجوزيف راح جاب لها اتنين دياد، بس لما رجعوا لقيوها ولدت عادي جدا من غير نقطه دم واحده ومن غير الم خالص. وكانت قاعده في كيف او في كهف يعني، والكهف كان منور مع ان الكهف ده عمره ما دخل نور قبل كده. فواحده الاثنين الدايات، واحده منهم قالت لها خليني كده اكشف عليكي، فبصت لقيتها ما زالت عندها غشاء البكاره. قالت ازاي؟ مش ممكن، دي حاجة ما حصلتش البنات حواء قبل كده. فرجعت واحدة تانية قالت لها ايه ده؟ طب وريني كده. فبصت يا جماعة عشان تتأكد،
فلقيتها برضو تانية، واحدة اسمها زلومي والتانية اسمها سلومي. اتأكدت برضو لقيت ان هي ما زالت عندها غشاء البقرة، وان هي طب ازاي بعد ما اتولدت فايديهم اتحرقت. فراحت مريم ام جيسوس قالت لهم هنا بقى، ظهر لهم ملاك وقال لهم go to the child and adore him and touch him with thy hands and he will heal thee. اليوم ما اتحرقت، فقال لهم الملاك روحوا المسوه بايديكم وانتوا ايديكم تتخف. Because he is the savior of the world and of all that hope in him. And she went to the child with haste and adored him and touched the fringe of the cloth in which he was wrapped. And instantly her hand was cured. ايه اللي حصل؟ راحت لمست التشايلد فعلا فايديها خفت. واخد بال سعادتك؟ ما هو جايب منين المعجزات؟ جايب منين؟ ما بينقل من نفس الكلام ده ويرصهم لنا جنب بعض. طب نشوف حكايه تكلمه في المهد صبيا. دي اسمها the Arabic Gospel of Infancy of the Arabic Arabic Infancy Gospel. بيقولوا عليها كمان the Syriac Gospel. والديتنج بتاعها back to the 5th or 6th century. يعني تقريبا كانت مكتوبة يعني قبل ما كاتب القرآن أو مسجل القرآن أو رسول الإسلام أو أيا كان، يعني ده حوالي 50-60-100 سنة في الفيث سنشري. يعني بنقرا منها هنا عشان نشوف، يعني واضح القصة كانت منتشرة يعني وكانت مكتوبة بالعربي كمان فكان سهل. What follows in this in the book of Joseph the high priest who lived in the time of Christ, so say that he is Caiaphas. The high priest كان اسمه Caiaphas. He said that the high priest اللي عاش في أيام Christ كان اسمه Caiaphas. بيقول إيه بقى؟ That Jesus spoke, and indeed, when he was lying in his cradle. Cradle ده اللي هو السبت بتاع الأطفال اللي لسه مولودين. رئيس الكهنة كايفس بيقول ان هو شاف جيسوس بيتكلم وهو في الكريدل. Said to Mary his mother, قال لأمه I am Jesus the son of God the logos. أنا كلمة الله، واخد بالك؟ Whom thou hast brought forth اللي ولد منك. And the angel Gabriel announced to thee اللي الملاك جبريل قال لك عليا. And my father has sent me for the salvation of the world. فاكرين الكلام ده هنا؟ فاكرين الكلام ده؟ اللي هو ايه؟ تكلم في المهد صبيا ورجع قال لها ايه؟ انا عبد الله ورسوله وجعلني نبيا وجعلني مباركا واوصاني بالصلاه والزكاه مش عارف ايه وبارا بوالدتي والسلام عليه وما يموت، واخد بالك؟ اتكلم هنا وقال لامه شويه كلام برضو، انا ابن الله وكلمته، زي ما جه الملاك لمريم وقال لها كلمه الله وبتاع قولها لي. ده برضو ناقل نفس الكلام، بس برضو ايه؟ لان هو مش فاهم يعني ايه. احنا عندنا كلمه المسيح دي كرايست، القران ناقلها كانها اسم المسيح. وطبعا رجع بقى الفتاوي قعدوا بقى يفتوا المسيح ده، اصل هو كان بيمسح على الابرص، اصل هو كان بيمسح مش عارف ايه، اصل هو كان بيمسح ايه. لكن ده ورد ماشي خا اللي هي الكلمه الاصليه الاراميه ماشي خا، اول كرايست ده عود مسايا معناه ايه؟ the anointed one يعني الشخص المختار اللي تم مسحه ليكون كاهنا او نبيا او ملكا. The anointed one. طبعا المعلم جينا قالها المسيح كده وخلاص، هو مش دريان يعني ايه المسيح.
فلو هو ده المسيح فعلا the anointed one يبقى المفروض الكلام ده هو اللي ينطبق عليه ان هو son of God the logos الكلمة وهو جاي for the salvation of the world لخلاص العالم. لكن المعلم قال لك ايه؟ هو مش دريان المسيح ده اللي هو ايه؟ فحس ان الكلام ده يعني او ما فهموش فلو يعني انا براجل كويس ونبي وبرنس يعني اهو كده زي ما احنا شايفين يعني في الحاجات اللي هي ايه البلاستيكيه هذه. طيب نخش على قطعه اخرى في تشابتر 15 The Gospel of Pseudo Matthew. And on the sixth day they entered Bethlehem where they spent the seventh day. هنا chapter 15 وعدد 7 هنا Now there was in the temple a man of God perfect and just whose name was سمعان. وهنا بقى بيحكي ان سمعان ده او الكاهنة شافوه قالوا بقى ان ايه ان ده يعني عيل ما حصلش يعني الوادي البرنس بقى اللي هو ايه جاي من عند ربنا. طيب نخش على حتة كمان احنا قلنا هنا ان بعد الكلام ده ما حصل راحت بقى هي ايه هو هنا تاه انا قلت لك تركز معايا لان هو لبس حدستين في بعض دول. جاءها المخاض الى جذع النخله جالها المخاض تحت نخله اني واحده دي بتولد تحت نخله انا مش عارف بس هو لبس الحدستين في بعض. تعالى بقى انا اوري لك الحادثه بقى نفسها اللي هو لبسها في الثانيه. نخش لا السودو جاسبل في ماثيو ديت. وعلى فكرة السودو جاسبل في ماثيو دي برضو كانت منتشرة هناك يعني في عدد في chapter 20. ايه اللي حصل بقى؟ هو هنا خلاص كان اتولد قبلها كان اتولد والسودو جاسبل في ماثيو دي بتقول ان هو اتولد في مغارة كيف وحصل بقى الحاجات اللي هو شفى ايدين الدايات وتكلم في المهد والكلام ده. بعد كده حصل حاجة تانية. قال في الشابتر اللي قبله شابتر 18 بيحكي ان الكينج هيرود او الملك هيرودس طلب ان هو يقتل هذا الطفل. فاتقال لجوزيف قوم خد المرأة دي واهرب لمصر. فهنا بيحكي لنا تاريخ بقى and when هيرود من اول شابتر 17 saw that he had been made sport sport of by the Magi اللي هو المجوسي ده his heart swollen with rage قلبه انتفخ بالغضب and he sent through all the roads wishing to seize them and put them to death but when he could not find them at all he sent a new to Bethlehem and all its borders and slew all the male children whom he found of 2 years old and under. بعت ناس لبيت لحم عساكر يذبحوا كل الاطفال اللي من سنتين وما دون يعني ما دون السنتين يعني سنتين فما دون. فدي هنا القصه اللي خلتهم يقوموا يهربوا لمصر ده بحسب هذه القصه. فهم في الطريق طبيعي ان هو يعدي في جزء صحراوي ففي نخله. مش وهي راحة تولد راحة تقعد تحت النخلة بس هو لبس الاثنين في بعض لان هو مش دريان هو سمع كلامه خلاص. فهنا بقى الكلام chapter 18 and 19 بيحكوا حاجات حصلت لهم في الرحلة منها ان هم شافوا بقى lions و panthers وحاجات كده واللي هو ايه يعني جيسوس بقى كان بيخلي الحاجات دي تمشي معاه جنب بعضها كده ما بتاكلش بعضها وتنانين طلعت لهم وبتاع وكان عامل شغل جامد فشخ يعني واضح ان فارس بوسان معيز اول يعني الكاتب القران ما خدش باله من هذه القصص لكن خد باله من حكايه النخله دي. And came to pass on the third day of their journey في خلال يومهم الثالث من الرحله while they were walking that the blessed Mary المقدسه مريم وهم ماشيين was fatigued تعبت by the excessive heat من الحراره لان هما فين دلوقتي في الصحراء مش هي رايحه تولد تحت نخله لا هي ماشيه في الصحراء عشان هربانه. heat of the sun in the desert ماشيين في الصحراء والشمس حاميه عليها وهي تعبت. and seeing a palm tree شافت نخله بقى she said to Joseph قالت ليوسف let me rest a little under the shade of this tree خليني اقعد شويه تحت ظل هذه النخله
فكده احنا نفهم بيحكي القصه بيحكيها بطريقه المتلقي يفهم يعني ايه قاعده تحت نخله، ايه اللي قاعدها تحت نخله، مش مره واحده كده اطلع لك اقول لك ايه تحت النخله فجاءها المخاطر يا جزع النخله، اي كلام في البلح. ماشيه في الصحراء تعبانه حرانه من الشمس، فقالت ليوسف خليني اقعد تحت النخله دي، تحت ظل النخله دي. Joseph therefore made haste, أسرع بسرعة يعني, and led her to the palm, and made her come down from her beast. نزلها من على الحمار أو البيست الوحش اللي كانت قاعدة عليه والحيوان يعني اللي كانت قاعدة عليه، نزلها من عليه وقعدها تحت النخلة. And as the blessed Mary was sitting there, she looked up on the foliage of the palm and saw it full of fruit. بصت فوق كده فلقيت إن النخلة مليانة بلح. And said to Joseph, I wish it were possible to get some of the fruit of this palm. بتقول يا ريت كنت اقدر اكل حاجة من البلح ده يعني. And Joseph said to her, I wonder that thou says this. When thou seest how high the palm tree is. انت بتعرفيش ان النخله عاليه ازاي. And that thou thinkest of eating of its fruit. انت شايفاها عاليه ازاي، ازاي عايزه تاكلي من الفروت اللي فيها ده. I'm thinking more of the want of water. انا اصلا بفكر في الميه مش بفكر في الاكل دلوقتي. Because the skins are now empty. القرب اللي معانا دلوقتي فضيت. And we have none wherewith to refresh ourselves and our cattle. ومعناش ميه نشرب منها ولا نشرب الماشيه بتاعتنا. Then the child Jesus with a joyful countenance reposing in the bosom of his mother said to the palm. كلم النخله. The child Jesus كلم النخله. O tree, bend thy branches and refresh my mother with thy fruit. And immediately at these words the palm bent its stop down to the very feet of the blessed Mary. في ثانية أول ما قال للنخلة وطي ودي لأمي بعض من الفروت بتاعتك أو البلح بتاعك، النخلة سمعت الكلام ووطت حالا عند رجليها عشان تاكل منها طبعا. And they gathered from it fruit. وبدأوا يجمعوا منها الفروت بتاعها او البلح يعني. With which they were all refreshed. وكلهم كلوا وشبعوا واتبسطوا يعني. كلي واشربي وقري عينك ها؟ كلوا شبعوا واتبسطوا. And after they had gathered all its fruit, it remained bent down. حتى بعد ما خدوا منها البلح فضلت موطيه waiting the order to rise from him. فضلت النخله موطيه مستنياه يؤمرها ان هي ترجع تاني يعني. Who had commanded it to stoop. اللي كان امرها ان هي توطي. Thus Jesus said to it, raise thyself, O palm tree, and be strong. وبعدين ايه اللي حصل؟ كلي واشربي بقى، واخد بالك انت؟ And it rose up immediately, and at its root there began to come forth a spring of water, exceedingly clean and cool and sparkling. And when they saw the spring of water, they rejoiced and with great joy. أول ما رجع تاني راح انفجر ينبوع مية من عند الجدر بتاع النخلة. أول ما شافوا المية جميلة بقى وبتلمع كده ونظيفة، فأول ما شافوها فرحوا جدا. And were satisfied themselves and all their cattle with their beasts. كلهم بقى شربوا وانبسطوا، وكلي واشربي وإيه؟ وقري عيني. هو بيحكي الكلام لما على حسب ما فهم، عارف لما تلاقي واحد مثلا على قده يعني تعليمه على قده كده وبتاع، راجل مثلا بواب أو حاجة يعني أو فلاح بسيط أو حاجة، ويروح يقعد في جلسة أبو زيد الهلالي ويسمع قصة طويلة بأحداث وكلام وبتاع، ويروح البيت يحاول يفتكر القصة. طبعا مش هيقدر يحكيها زي ما اتحكت، فهيبتدي يحكي
ممكن يالف حاجه في النص، يحط حاجه في النص، يفتكر الخطوط العامه ده بالظبط اللي عمله، خد الخطوط العامه الحاجات اللي هي ايه يعني علمت معاه وده اللي افتكره وحطه. لكن طبعا بقيه الحاجات المكتوبه بالطريقه الادبيه دي مفيش كلام، طبعا ما عندوش ادنى فكره يعني. طيب نبص تاني هنا، احنا كده خلاص خلصنا كده، كل اللي كان عندنا هنا خلص بسبب حسب هذه القصه. بعد كده بقى كابتن يسوع في الصورتين يبدا بقى هو يشتغل مع نفسه، وده كده ايه كده خلصت قصه مريم تلخيصا بسرعه عشان ما اطولش عليكم لان الفيديو طويل جدا. واضح ان اللي كاتب الكلام ده ملقط قصص من كم انجيل اللي احنا شفناهم، يعني سودو جاسبل اوف ماثيو كانت منتشره، ذا ارابيك انفنسي جاسبل، انجيل كان مكتوب بالعربي اصلا وكان منتشر في المنطقه ديت وكان مكتوب قبله بحوالي 100 سنه، ذا سودو جاسبل اوف ماثيو كانت مكتوبه قبله بحوالي 200 300 سنه، ذا بروتو جاسبل اوف جيمس كانت مكتوبه برضو سنه 140 170 ميلاديه، و الجاسبل اوف انفنسي بتاع توماس دي كانت مكتوبه تقريبا في الثمانينات او التسعينات. كل الجاسبلز دي كان يؤمن بيها الجماعه النصارى مش المسيحيين اللي كانوا يسكنوا هذه المنطقه، وواضح ان هو كان بيسمع هذه القصص حتى ما قدرش ينقلها زي ما هي، ما قدرش ينقلها بالتفاصيل اللي فيها. في تفاصيل فيها نقلها وهو مش فاهم هي معناها ايه، نقل اسماء وهو مش فاهم الاسماء دي معناها ايه ولا بتاعت مين، من اول مريم بنت عمران، اي بقى خرف في الخرف، ابوكي امك وزوجة عمران اي كلام. سمع طبعا اللي بيحكي القصة بيحكيها بالتفاصيل اللي احنا قريناها دي، لكن هو طبعا لما جاي يهرتل مش عارف يحكي التفاصيل، بيبقى فلان قال وفلانة قالت وبتاع، فبيقول الخطوط العامة للموضوع يعني. بعد كده دخلنا على موضوع ان هي بقت حامل برضو نفس الجاسبلز دي، في ان الملاك جه قال لها وهي قالت له ازاي وانا مش حامل مش ما عرفتش راجل وبتاع نفس الكلام. وبعد كده تكلم في المهد الطفل بعد ما اتولد اتهموها فيه، فتكلم في المهد، طبعا تكتشف ان هو لما تكلم في المهد كان بيتكلم عن حاجه تانية اساسا، يعني مش بيقول لهم لا دي مش يعني امي مش عاهره ولا حاجه انتوا الاولادين، لا لا مفيش الكلام ده. اصل كان في قصه تانية ان هي لما اتهموها بالعور راحوا شربوها ماء اللعنه وهو مش دريان يعني ايه ماء اللعنه، وطبعا ما حكاش القصه لان انا ما اعرفش ده ايه، مفيش ادنى فكره، والاحداث عنده كلها مختلطه على بعض. يعني هم لو عارفين هي عاهره مش شايفينها وهي حامل وجايين وهي بعد ما ولدت يقولوا لها انت عاهره، انهي فيهم المنطقي؟ يعني هي القصه كلها اساسا بلح بالنسبه لنا سواء هنا او هنا، بس كفولكلور وكقصه وانت بتكتب قصه انهي منطقي؟ واحده بدات بطنها تحمل، هناك بيقول لما كان حامل في 6 شهور بدات بطنها تبان فالخبر انتشر فجرهم قالوا له انت عاهره، فراحت هي شربت ماء اللعنه وحصلت معجزه ما جرالهاش حاجه، ده منطقي اكتر ولا واحده حامل وولدت وجايين يقولوا لها دلوقتي انت عاهره والواد يتكلم بقى يقول لهم لا دي مش عاهره، انهي منطقي اكتر كقصه؟ طبعا وهي حامل هيقولوا لها انت حامل منين؟ انما التانيين لا اصل استنى لحد ما ولدت يقولوا لها انت عاهره؟ فالواد قال لهم لا مش عاهره. طب ليه الطفل اتكلم في المهد بقى بحسب القصص المكتوبه يعني اصحاب القصص اللي كاتبينها؟ هو كان بيفهم مريم هو مين؟ يقول لها انا ابن الله وجاي عشان خلاص العالم، مش الهرتلة اللي هو لا امي مش حامل مش وحشة وبتاع يعني. بعد كده قصة العصافير برضو يعني قلنا ماله بقى الواد ده بيعمل معجزات، يعمل لك اخلق لكم من هيئة من الطير كهيئة الطير ومش عارف وابري الاكمه والابرص واقيم الموتى وبتاع، طب ايه انهي حادثة يعني؟ قول لنا طب حادثة حصلت، طب يعني ازاي؟ طب بتاع ما فيش اي حاجة، طب ايه حكاية العصافير دي وتطيرها ده كلام منطقي او ايه هيدف المعجزة دي ولا اي حاجة؟ هو اسمع كده هي ركبت معاك كده؟ فلما ترجع للكلام الاصلي اللي هو ناتش منه وسارق منه تكتشف عن كل حاجه كان ليها قصه، العصافير دي كان ليها قصه، كان بيعمل عصافير يوم السبت وهو حرام ان هو يعمل كده يوم السبت فطيره، اقامه الموتى وهو طفل في طفل وقع على السطح من على السطح وهو بيلعب معاه وهو قومه يشفي الايدين وبتاع لما السيدات ايدهم اتحرقت او بقت برصاء وخلوها وخل الملاك قال لهم المسوح عشان يشفيكم، كل حاجه ليها قصه. انما الهرتله دي كده الجماعه مع بعض فانت ما تفهمش اي حاجه خالص، ايه هو ده؟ طب احكي لنا قصه منهم كده
يعني انهي واحده في ايه حكايه العصافير؟ ما فيش اي حاجه خالص. وفي الاخر راح لبس لنا قصتين في بعض، قصه الولاده مع قصه الهروب. هو مش دريان فقال لك ايه؟ جاءها المخاض تحت جذع النخله. مين دي اللي بتروح تولد تحت نخله؟ وقتها اي كلام في البلح، اي كلام. وهي قاعده بقى اللي هو ايه؟ راح ناداها الواد اللي تحتها اللي هو لسه مولود، قال لها هزي اليك جذع النخله يسقط عليك رطبا مش عارف ايه، كلي واشربي وقري عينك. طب تشرب منين؟ ما هو مفيش، يعني قاعده تحت نخله، فين الميه؟ تشرب منين؟ فلما ترجع تقرا القصه الاساسيه تكتشف اه ده هو اتولد في مكان، ودي كانت قصه، واساسا قصه النخله دي حاجه تاني، هي منطقه فلسطين الزراعيه. لو نخله في حقل مثلا، واحده تقعد في قلب الغيط كده تقول لي تحت نخله اسمه كلام؟ لا، ده كانت هربانه في الصحراء فقعدت تحت نخله تستظل بظلها يعني، وهو التشايلد اللي خلى لها النخله وطت وقعدت تاكل من البلح بتاعه، وبعدين فجر لها من ينبوع ميه فشربت، شبعت وارتوت هي وجوزيف واللي معاها. فهنا القصه يعني كقصه، كقصه كده ماشي، ده تسلسل الاحداث احنا فاهمينه، انما الهرتله دي ده كده كلام في البلح. وده كان كل اللي عندي بخصوص موضوع مريم. اشكركم على الاستماع، واسف على اطاله الفيديو، والقاكم في مقاطع اخرى. امضوا بسلام، سلام الجلد يكون معكم.